من يو تي في، أهلا بكم. يوما بعد آخر تتعقد أزمة الكتلة الأكبر في العراق، خصوصا بعد خطاب الصدر الأخير والذي دعا فيه نوابه في البرلمان إلى الاستعداد للاستقالة حتى لا يكون عائقا أمام تشكيل الحكومة، ملوحا بالانسحاب من العملية السياسية برمتها، كما اتهم خصومه بافتعال الانسداد. كيف تلقى الإطار رسائل الصدر وما موقف شركاء الأغلبية من خطابه الأخير؟ نتابعه في سياق هذا التقرير. فما همني من السلطة شيء. واضعا استقالات نوابه تحت اليد ومهددا بترك العملية السياسية، هاجم الصدر الغاضب خصومه واصفا إياهم بمفتعلي الانسداد، ليرمي بأوراقه الأخيرة قبيل انتهاء آخر مهلة منحها لتشكيل الحكومة. إذلال فأذله وأهانه، مهلة تتلو مهلة ومبادرة تعقب أخرى ولا حلول. الإطار التنسيقي المتماسك ظاهريا والحامل لأوراق التعطيل تخلى عن جزء من أوراقه وذهب للتصويت على قانون الأمن الغذائي بعد أن لعب الصدر بمهارة حولت الغضب الشعبي نحو خصومه. الإطار المراهن الدائم على الوقت بدأ بفقدانه لصالح غريمه الصدر، فما بعد قانون الأمن الغذائي ليس كقبله. لن تتشكل أي حكومة بلا الصدر، تقول مصادر من ائتلاف دولة القانون ليو تي في، مؤكدة أن زعيمها يدرك أن أي حكومة لا ترضي الصدر مصيرها الفشل. في الوقت نفسه تؤكد المصادر أن الإطار يتفهم نفاذ صبر الصدر، ولكنها تستبعد استقالة النواب التي ستأتي بثلاثين مقعدا للإطار على طبق من ذهب. المصادر استبعدت كليا أي صدام مسلح بين الفرقاء الشيعة، وهو ما تطابق مع رؤية مقربين من الحنانة الذين رأوا أن المجتمع الدولي والمرجعية الدينية وحتى إيران لن تدعم أي اقتتال من هذا النوع، يكون الخاسر الوحيد فيه المكون الشيعي وأحزابه السياسية. إلى ذلك لم يصدر حتى الآن أي موقف من حلفاء الأغلبية في السيادة والديمقراطي الكردستاني بشأن خطاب الصدر، لكن ما يترشح من الكواليس إنهم على الموقف الداعم نفسه حتى مع قرار الانسحاب. ورغم منح الصدر إياهم الضوء الأخضر بالذهاب للتحالف مع خصومه وتشكيل الحكومة في مبادرة سابقة، فإنهم فضلوا البقاء متماسكين على التشظي لصالح الإطار. من يجيد لعبة الوقت هو الفائز، هكذا يقول متخصصون بالشأن السياسي، وإن كان حل البرلمان ما زال مطروحا على الساحة رغم صعوبته لرفض الكتل السياسية التقليدية قانون الانتخابات الحالي مع عدم قدرة حكومة تصريف الأعمال الإشراف على انتخابات مبكرة لمحدودية صلاحياتها. حيدر البدري، يو تي في، بغداد. هذا ووقع نواب الكتلة الصدرية في البرلمان استقالتهم بناء على دعوة زعيم التيار مقتدى الصدر يوم أمس. إعلام الكتلة الصدرية قال في بيان مقتضب إن النواب وضعوا استقالتهم تحت تصرف زعيم التيار الصدري، وكان الصدر قد وجه في خطاب متلفز أعضاء الكتلة الصدرية في مجلس النواب إلى كتابة استقالتهم تمهيدا لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بعد الإعاز لهم في قبل الأيام، مشيرا إلى أنهم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما المعارضة أو الانسحاب. في سياق آخر، كشف وزير التربية علي حميد الدليمي هوية مسرب أسئلة مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط، وقال الوزير في مؤتمر صحفي إن حارس بناية المديرية العامة لتربية الرصافة الثانية هو من قام بتسريب الأسئلة بعد أن تمكن من الحصول على مفاتيح القاصة الثلاثة. القاصات الموجودة في اللجان الفرعية قاصات محصنة، لكل قاصة ثلاث نسخ من المفاتيح، هذه النسخ توزع لثلاثة أشخاص بحيث القاصة لا تفتح إلا بحضور جميع الأعضاء الذين لديهم هذه النسخ، بمعنى إذا حضر اثنين من الأعضاء والعضو الثالث تأخر عنهم قليلا القاصة لا يتمكن من فتحها الموجودين الأعضاء الآخرين. طبعا الشخص اللي للأسف استغل تهاون وتقصير أعضاء اللجنة الفرعية هو حارس البناية الموجود في المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثانية، مكن من الحصول على نسخة الباب الرئيسي للقاصة ودخل
إلى داخل القاصة للأسف، ومكن من المفاتيح كانت مال القاصات داخل القاصة الامتحانية الرئيسية، وتمكن من فتح القاصات والتلاعب بالمغلفات الامتحانية. وأشار الوزير في معرض حديثه عن الواقعة إلى أن جهاز الأمن الوطني اعتقل 5 أشخاص بينهم 3 موظفين في الوزارة بالإضافة إلى الحارس، وآخر تعاون في ترويج الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لفت إلى وضع مشروع لتوزيع الأسئلة الامتحانية إلكترونيا، وسيطبق اعتبارا من امتحانات الدور الثاني لهذا العام. اللي تم الإلقاء القبض عليهم واعتقالهم إلى الآن من اللجنة الفرعية 3 أشخاص، 3 موظفين من اللجنة الفرعية، والشخصين الآخرين هو الحارس وشخص آخر خارجي تعامل معه في شراء الأسئلة من بعد ما زود بها الحارس. دول 5 الآن تحت سيطرة جهاز الأمن الوطني. يعني وزارة التربية لديها مشروع هو من عام 2016 لتوزيع الأسئلة بطريقة إلكترونية، تم تجربة هذا الموضوع في 3 مديريات عامة ونجحت، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستطبق هذه التجربة إذا أسعفنا الوقت في امتحانات الدور الثاني إن شاء الله. وبشأن ملف الطاقة، قال وزير الكهرباء عادل كريم ليو تي في أنه بعد الاتفاق مع الجانب الإيراني بسداد المستحقات المالية عن طريق توريد خدمات إنسانية لطهران، سيتم إعادة إطلاق الغاز باتجاه العراق بدءا من يوم الأحد المقبل. مصرف التجارة، مصرف العراق التجارة بإعطائنا دين، ونشكر دولة الرئيس الإسرائيلي هذا الشيء، أنه حتى ندفع إن شاء الله العملية جارية يوم الأحد للمؤمن ندفع الدين ويفتحون الغاز. هاي مبالغ لا يتم دفعها للحكومة الإيرانية، المبالغ تذهب إلى تي بي آي ويتم إطلاقها تحت أو نقول الخدمات المدنية أو لأعمال أو الأعمال التي تخص الإنسانية بشكل كبير جدا، أدوية، غذاء ودواء، وطبعاً أكيد بعد أخذ موافقات الأصولية من الجانب اللي فرض العقوبات على الإيران. من جانبه، اعتبر المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى أن مؤتمر الطاقة 7 فرصة لتطوير الطاقة الكهربائية في العراق عن طريق جذب الشركات المستثمرة لدعم البنى التحتية بغية المساهمة في زيادة ساعات التجهيز. مؤتمر طاقة العراق 7 الذي يعقد برعاية وزير الكهرباء المهندس عادل كريم هو فرصة جاذبة للاستثمار، هو فرصة لأن تعرض الشركات العالمية والعربية والمحلية منتجاتهم التكنولوجيا العلمية المتطورة التي تطلع بصناعة قطاع الطاقة والتي تعمل بشراكات استراتيجية مع الكهرباء. قد يتعلق الأمر بوزارة الكهرباء، ليس لدينا أي أفق مغلق تجاه من الشركات المعنية بتطوير قطاع الطاقة، فقط يحكمون بجدوى اقتصادية، يحكمون بمواصفة فنية، يحكمون بالسقوف لإنجاز سقف العمل لنتمكن من إنجاز مشاريع من شأنها ندعم البنى التحتية لقطاع الكهرباء بغية أن نساهم بصنع ساعات تجهيز مناسبة لصالح المواطنين. دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الاستفادة من درس سقوط مدينة الموصل ومجزرة سبايكر لضمان عدم تكرار أخطاء الماضي. وقال الكاظمي في تغريدة بمناسبة الذكرى 8 لسقوط المدينة بيد الإرهاب، الحقيقة تتطلب الشجاعة من أجل أن نمضي في حفظ العراق وترميم جراحه، مضيفا أن لداعش العار والهزيمة وللعراقيين شرف الانتصار للحياة ومواجهة الإرهاب والتطرف. ختام السادسة، شكرا لكم وإلى اللقاء.